زي ما طلبتوا مني بالظبط، دي مراجعة الريدمي نوت 8. اخوه الكبير كان وحش من وحوش الفئة المتوسطة، وجاء الوقت بقى ان احنا نشوفه هو نفسه كان ايه نظامه. ده يا جماعة الكراش الجديد بتاعي في الفئة المتوسطة، اصل بصراحة مش منطقي ان هم يعملوا موبايل حلو قوي كده. على فكرة مش بتكلم على الامكانيات، انا بتكلم على شكل الجهاز بجد. لا بص، احنا نخش في تفاصيل المراجعة على طول بعدين نشوف الموضوع ده. في الاول بس حابب افكركم ان في جيف اواي موجود على القناة على 6 موبايلات، فلو عايز تشترك فيها هتلاقي اللينك بتاعها في اول كومنت تحت. دلوقتي يلا بينا نبتدي في المراجعة بتاعت الريدمي نوت 8. كالعادة ببدأ بالديزاين بتاع الجهاز، واللي هو هنا حرفيا تحفة. بص خليني اقولك بدون مبالغة، ده من اجمل الاجهزة اللي انا مسكتها في الفئة المتوسطة. اللون الابيض بتاعه ده فظيع بصراحة، يعني انا انصحك لو هتجيب تجيب اللون الابيض، ما انا مش بكرش عليه من شوية. الموبايل وش وظهر من الازاز وموجود عليهم طبقات حماية، ولكن برضو لازم تاخد حذرك وتكون حاطط كفر، خصوصا ان هنا الكاميرات سميكة فالفريم بتاع الكاميرا هيتجرح لو سبته من غير جراب. الفريم بتاع الجهاز من البلاستيك وهو مش يوني بادي، هتلاقي في فرق كده وفي حتة سودة فوق الفريم. في لمبة اشارات في الجهاز فوق على الشمال كده، بس هي صغيرة جدا يعني من الصعب انك تقدر تشوفها، بس احسن مما فيش. تقدر تحط هنا الخطين والميموري كارد التلاتة في نفس الوقت، مش محتاج تستغنى عن حاجة. في USB Type-C ودي حاجة كويسة جدا في فئة الجهاز. من فوق في IR بلاستر او لو بيخليك تقدر تتحكم في الاجهزة الالكترونية لو انت عايز، او ترخم على الناس في القهاوي مش متأكد يعني. اكلمك عن الشاشة على طول بقى واقولك ان الشاشة هنا 6.3 بوصة Full HD Plus. بما ان الشاشة هنا Full HD Plus فالحدة بتاعتها عالية وكويسة قوي. الالوان حلوة ولكن مش اقرب للالوان الطبيعية، هي فيفيد اكتر او مشبعة اكتر شوية، وتقدر انك تعدلها لو عايز من اعدادات الشاشة. انا عن نفسي كنت مقربها للاحمر شوية لان الالوان كول زيادة شوية، او اللي هو الحرارة بتاعتها قليلة. كسطوع، سطوع الشاشة مش وحش، ولكن مش هتقدر انك تشوف في شمس مباشرة، يعني اخرك تشوف كده لو الاضاءة عالية شوية بس مش مباشرة من الشمس. وسع كده بقى شوية للاداء بتاع الجهاز عشان ده في كلام كتير النهاردة. سناب دراجون 665 مش اول جهاز في الفئة دي يتحط فيه المعالج ده، ولكن هنا في اختلافات شوية. خليني بس في الاول اقولك انك لو مستخدم للريدمي نوت 7 فمش هيكون بالنسبة لك ابجريد قوي في الاداء، مش هتحس ان الاداء هنا محسن بشكل كبير يعني، ولكن في الجي بي يو او اللي هو معالج الرسوميات في فرق شوية، ففي الالعاب هيكون فرق معاك حبة. بالنسبة لاداء الجهاز في الاستخدام اليومي فالجهاز كويس، ولكن مع بعض اللاجز كده يعني، ممكن مع التتقيل على الجهاز كده تلاقي الانيميشنز بتعلق معاك شوية، ممكن يحصل معاك فريز في النص لو انت فاتح كذا حاجة مع بعض. ما كانتش اكتر تجربة سلسة، ولكنها مش حاجة كارثية يعني، كانت بتحصل من وقت للتاني. اتمنى ان انا اشوف ابديت قريب يظبط الحتة دي بس في الواجهة، وتبقى الدنيا زي الفل، ما عنديش اي مشكلة مع الاستخدام اليومي على الجهاز ده. بالنسبة للالعاب بقى، وانا بلعب العاب كده كنت بلاحظ ان ظهر الجهاز ممكن يدفى معاك شوية، ما تقلقش لان هو مش بيزيد عن الطبيعي. بمسدس الحرارة وانا مشغل لعبة كان بيجيب 33 درجة تقريبا، طبعا دي مش حاجة عالية، ده انت بس مجرد هتحس بدفى بسيط في ظهر الجهاز. ده كمان مش هيحصل معاك دايما يعني، الموضوع ده لو انت بتلعب العاب، لكن في العادي مش هيحصل معاك. لا الحرارة بتاعت الجهاز طبيعية جدا، ما تقلقش منها، هنا عشان الظهر ازاز بس فبيوصله لك اكتر شوية. اداء الجهاز وصل لدرجة انك تقدر تلعب ببجي على الميديم من غير اي مشاكل، لكن لو طلعت على الهاي مع الوقت هتلاقي فيه شوية فريم دروبس كده. يعتبر ما قلتش حاجة جديدة عن الريدمي نوت 7 يعني، بس خليني اقول لك انت بسيطة كده بس على موضوع الاداء ده والحرارة وكده. الحرارة دي بتحصل بس لو انت فتحت لعبة، لكن في الاستخدام العادي لا مش هتلاقي فيه اي مشكلة. نخش على الكاميرات بقى ونتكلم عنها بتفاصيل شوية. الكاميرا الاساسية هنا 48 ميجا بكسل، الالترا وايد انجل او الزاوية الواسعة 8 ميجا بكسل، واخر كاميرتين اللي هما الماكرو والدبس دول الاتنين 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاساسية بتطلع صور الديناميك رينج بتاعها حلو، والكاميرا الوانها كويسة، بتعمل اوفر شاربنينج شوية او بتزود الحدة بتاعت الصورة شوية، وده بيديك تفاصيل حلوة من غير نويز كتير يعني، ما لاحظتش ان النويز بيكون اوفر مثلا في الصورة، ولكن الصور بتطلع حلوة حدتها كويسة يعني، كاميرا في الفئة بتاعتها تعتبر برينس خالص. ما يعتبرش في اختلاف كبير وانت بتصور على وضع 48، ولكن نصيحة مني صور على 12 على طول او على وضع النورمال على طول، معالجة الصور ما بتبقاش حلوة قوي على وضع 48 ميجا بيكسل. بالليل الكاميرا بتطلع صور حلوة قوي بالنسبة للفئة اللي الجهاز فيها، بالذات لو انت استخدمت النايت مود هيطلع معاك نتائج حلوة قوي، لو انت قربت حتى هتلاقي فيه تفاصيل الاكسبوجر بيكون مظبوط، لا الصور بتطلع حلوة. كاميرا الوايد انجل بقى او الزاوية الواسعة دي من احسن الكاميرات اللي
اللي انا شفتها في الفئه دي بتصور زاويه واسعه حلوه قوي فعلا في ضوء النهار. هنا انا لاحظت ان الشاربنينج بيكون اكتر شويه او بيزودوا الحده في الصوره شويه، بتطلع التفاصيل حلوه حتى في الوايد انجل، ولكن بالليل مفيش نايت مود في الكاميرا الالترا وايد انجل وما بتطلعش الصور اللي هو الفظيعه، يعني مش هتلاقي فيها تفاصيل ياما، فهي بتبقى حلوه الصبح بس. اقدر اقول لك ان الكاميرا الخلفيه بتاعت الريدمي نوت 8 واحده من احسن الكاميرات اللي موجوده في فئتها. بالنسبه للكاميرا الماكرو بقى فكك منها عشان ملهاش اي 30 لازمه، والكاميرا الدبس دي هي بتشتغل لوحدها، دي عشان العزل لما بتصور على وضع الصوره الشخصيه. بالنسبه للكاميرا الماكرو فبصور صوره عاديه وقرب هتطلع لك تفاصيل احلى من الكاميرا الماكرو. دقه الفيديوهات هنا بتوصل لغايه 4K 30 فريم في الثانيه، وحقيقي الحده فيها بتبقى كويسه قوي زي الصور. الكاميرا الاماميه بالنسبه لفئه الجهاز فهي كويسه، يعني دايناميك رينج حلو، السكين تون بتطلع كويسه، بشكل عام في ضوء النهار الكاميرا حلوه قوي بالنسبه لفئه الجهاز. نروح بقى لاداء الكاميرا بالليل. النويز بالليل بيطلع عالي شويه في الصور، فاللي هو مش احسن حاجه انا شفتها في الفئه حقيقي، ولكنها تظل كويسه. البطاريه بقى واللي هي هنا 4000 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط، بتقعد معاك يوم كامل تقريبا لو انت بتستخدم الجهاز استخدام متوسط. هتلعب عليه كتير طبيعي مش هيكمل معاك اليوم، وهتحتاج انك تشحنه تاني. وقت الشحن بيقعد حوالي ساعتين او ساعتين الا. مدى الواي فاي هنا متوسط، يعني في اجهزه كتير غيره كانت بتطلع مدى احسن من كده بكتير، لكن بالنسبه للشبكات ما فيهاش اي مشكله، شبكات الجهاز نفسها ما فيهاش مشاكل، لا يعني لا في مشاكل تسقيط شبكه ولا غيره، لا الشبكات كويسه. صوت الجهاز هنا عجبني لان هو عالي، الكواليتي بتاعته مش اللي هي الفظيعه ولا حتى احسن حاجه، بس اللي عجبني فعلا في الجهاز ده ان هو صوته عالي، يعني انت بره الاوضه او حتى في الشارع بتقدر انك تسمع رنه الجهاز كويس، صوته عالي. دي حاجه بالنسبه لي مع كواليتي متوسط احسن ما يكون الكواليتي عالي بس صوت الجهاز واطي. يتبقى بقى رايي الشخصي في الجهاز. الجهاز ده فعلا واحد من احسن الاجهزه اللي موجوده في فئته. شاومي دايما بتبهرنا بان هي تنزل لنا اجهزه بمواصفات عاليه وتمن قليل، ده فعلا جهاز من الاجهزه اللي بتحقق معادله القيمه مقابل السعر، عشان كده الجهاز ده جوه ترشيحاتي. بس كده يا سيدي، ده كان كل اللي كنت عايز اقوله لك النهارده. ما تنساش لو الفيديو ده عجبك انك تعمل له لايك وتدعمني بسبسكرايب من هنا، صدقني دعمك هيفرق معايا جدا، واشوفك في فيديو جديد. سلام.